أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذا الجزء الثاني. سنتحدث عن المغرب وخاصة فيما يتعلق بقانون المالية. فبموافقة 194 نائبا ومعارضة 56 وامتناع 39 نائبا صادق مجلس النواب المغربي نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 17 و2000. وترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لهذه السنة على توطيد دينامية الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص عبر إصلاح منظومة الاستثمار وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة وتحديث القطاع المالي ودعم التشغيل. وكانت حكومة العثماني قد أكدت على أن الإصلاحات الهيكلية ستتواصل خلال خاصة تلك المتعلقة بصندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة. فهل يعكس مشروع قانون المالية تطلعات المغاربة أم أنه جاء مخيبا للآمال؟ وهل ستتمكن الحكومة من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية؟ وهل سينجح في هذا القانون طبعا دائما في إرساء مبادئ العدالة الضريبية وتوفير الأرضية المناسبة لبلوغ أهداف مسطرة على مستوى النمو الاقتصادي، التشغيل، التعليم، الصحة، وتقليل الفوارق بين فئات المجتمع المغربي وتقليص معاناة الفئات الهشة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدي الكرام محور حديثنا في الجزء الثاني. البداية مع التقرير التالي. بعد أن نالت حكومة سعد الدين العثماني ثقة مجلس النواب، صادق الأخير على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أعدته حكومة عبد الإله بن كيران في نهاية ولايتها بعد مضي أكثر من 5 أشهر من السنة المالية. وأعلن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أن عدد الموافقين على مشروع قانون المالية بالتعديلات التي تم إدخالها عليه بلغ 194 برلمانيا، فيما عارضه 56، بينما امتنع عن التصويت 39 برلمانيا. وتهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية دعم التشغيل من خلال إحداث حوالي 24,000 منصب مالي، تضاف إليه 11,000 منصب تم إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسة التعليمية، إلى جانب مجموعة من التدابير الأخرى التي تهم أساسا دعم التشغيل عبر الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6,000 درهم، ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم. وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154، في حين أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والمصطف في المعارضة صوت بالرفض على قانون المالية الذي اقترحته حكومة سعد الدين العثماني. وأعلن محمد أشرور رئيس الفريق في كلمة له أن مشروع قانون المالية 2017 لم يكن في مستوى التطلعات ولم يلتفت إلى جملة من التعديلات التي تقدم بها الفريق. إذن مشاهدي الكرام للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي من المغرب الدكتور عبد النبي أبو العرب الخبير الاقتصادي والمالي. دكتور أبو العرب مرحبا بك. سؤالي من حيث انتهى التقرير، هل يعكس قانون أو مشروع قانون المالية الأخير تطلعات المغاربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذي شكرا بداية على الاستضافة. مرحبا. قانون مالية 2017 هو جاء في ظروف استثنائية كما تعلمون، وجاء خاصة في سياق تنصيب الحكومة الجديدة التي اتخذت شهورا لتنصيبها. فبطبيعة الحال هذا القانون هو قانون مقتطع ولا يترجم حقيقة رؤية هذه الحكومة الجديدة لهذه
السنة، وهو قانون إكراه إن صح التعبير. بطبيعة الحال اختارت هذه الحكومة أن تحافظ على القانون المالي السابق، وهو يترجم كما بطبيعة الحال أيضا البرنامج الحكومي نوعا من الاستمرارية بين هذه الحكومة والحكومة السابقة. نعم. بخصوص سؤالكم، بطبيعة الحال الجواب سيكون بالإيجاب، فالحكومة السابقة استطاعت تحقيق إنجازات مهمة بالنسبة للمعطيات الماكرو اقتصادية للمغرب، وحافظت على توازناته رغم مجموعة من الإكراهات سواء الداخلية أو الخارجية، وحافظت على نمو مستقر، وحافظت على نسبة تضخم جد مستقرة لا تتجاوز 2%، وحافظت على نفس الملحة في تراجع عجز الميزانية، وكذلك طيب دكتور أبو العرب. نعم. البعض يتحدث عن تكاليف مالية باهظة فيما يتعلق بتأخير ظهور الحكومة الماضية 6 أشهر، والجميع ينتظر. قال البعض أن هناك مليارات، يعني ربما كلفت الدولة المغربية 6 أشهر انتظار. ما هي التكاليف بتقديرك يعني، وهل الأمر بهذا الشكل أم هناك مبالغة فيه؟ لا، هناك مبالغة بطبيعة الحال. هناك أرقام تتحدث عن حوالي 24 مليار درهم، ولكن كل هذه يعني كل هذا تنجيم، ليست هناك فعليا ليس هناك أي تقييم علمي لهذا التأخر. فمصالح الدولة والمؤسسات العمومية ظلت يعني تشتغل بصفة عادية، هناك بطبيعة الحال تأخر على مستوى ميزانية الاستثمار، ولكن على مستوى كل ميزانية الاستثمار السنوات السابقة عفوا لم يطرأ أي تغيير، واستمرت الميزانيات يعني في التنزيل، وبلغت نسبة التنزيل نسبة مشابهة للسنة السابقة. بالنسبة لهذه السنة أعتقد أن هذا التأخر على مستوى تفعيل ميزانية الاستثمار سيكون له بعض الأثر، ولكن أظن أن التشكيلات بصفة عامة بقيت يعني. نعم دكتور. نسبة النمو، نسبة المبادرات الخارجية، نسبة دكتور أبو العرب ابقى معي لو سمحت الخارجية. سأعود إليك ابقى معي لو سمحت. دكتورة نبيلة منيب، نفس السؤال الذي طرحته على ضيفي أبو العرب، هل كان فعلا في مستوى آمال المغاربة قانون المالية الأخير، أم كما يراه البعض كان مخيبا لآمال المغاربة؟ شكرا على هذا السؤال. بطبيعة الحال القانون المالي هو ترجمة لأولويات التي ترسمها الحكومة. نحن نرى بأن حتى البرنامج الحكومي الذي قدم هو برنامج يعني فضفاض، وليس فيه مقترحات منسجمة، ولم نراها تستجيب لطموحات وانتظارات الشعب. لأن بطبيعة الحال الحكومة هي في استمرارية الحكومة السابقة، وتوجهها هو توجه نيو ليبرالي، يعني ويعني توجهها هو ينحو نحو ضرب المكتسبات وتقليص الميزانية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي يعرف فيه المغرب يعني تصنيفا يعني متدنيا. وفي هذا السياق فقراءتنا لقانون المالية الذي تم تقديمه يعني هو جاء متأخر، وهذا كانت له تداعيات على الاستثمار وعلى عدة أمور، ولكنه اليوم يأتي وللمرة الثانية يقلص من ميزانية التعليم، في حين أن المغرب مصنف ضمن الدول التي تعاني من فشل منظومتها التربوية، وكذلك الحال في القطاعات الأخرى مثل الصحة. ولهذا فبرلمانيين في داخل القبة اقترحوا أن يتم اقتطاع 4% من ميزانية التسيير لكل الوزارات، وأن تنضاف إلى ميزانية التعليم مثلا كإجراء يعني من أجل تدارك الخطر الكبير في الاستثمارات، لأن الدولة المغربية نحن نقول لها يجب أن تعتبر الاستثمار في التعليم استثمارا استراتيجيا،
وأنه ليس من المعقول أن تقلص هذه الميزانية إذا كانت تريد أن ننجح الكم والكيف في هذا القطاع. طيب، شكرا جزيلا لك دكتورة منيبة نبيلة منيب، رئيس فيدرالية اليسار، كنت معي من الرباط. أستاذ دكتورة أبو العرب، باختصار شديد يعني في ربع دقيقة، ما هي أهم النقاط التي يمكن تثمينها في مثل هذه الميزانية؟ لأن هناك ملاحظات كثيرة ربما نبيلة منيب وغيرها، لكن ما هي النقاط الإيجابية التي ستمكن الحكومة من الاستمرار في الإصلاحات التي بدأتها الحكومة الماضية، خاصة أن هذا الكلام تكرر كثيرا على لسان سعد الدين العثماني، يعني الاستمرار في الإصلاحات التي ابتدأتها حكومة بن كيران؟ يا أخي، ماذا يريد المواطنون؟ المواطنون يريدون التشغيل. هذا القانون رفع من قيمة الاستثمار إلى 190 مليار درهم، وهذا رقم عملاق بالنسبة للمقارنات الدولية التي يمكن أن نقوم بها من حيث نسبته مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي. كذلك القانون خصص 10 مليارات درهم للنفقات الاجتماعية. هذا القانون خصص مثلا 100 مليون درهم للإعانات فيما يخص تشغيل المتدربين، وتم إعفاؤهم بشكل دائم على مستوى بالنسبة للمتدربين الذين سيحصلون على 6000 درهم. فهناك حقيقة استمرار في السياسات الاجتماعية، في السياسات الاقتصادية من أجل تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وإلى عصر الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق الاجتماعية. فهذا القانون طبيعة الحال هو تطور يسير في المنحى النوعي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، وهو يحدد نسبة نمو في دكتور عبد المقبلون على تحرير الدرهم. ربما دكتور عبد النبي ربما نخص حلقة، لأنه هذا الموضوع مهم جدا كذلك، مسألة تحرير الدرهم. نفس السياسة ما شافها حتى في تونس، مسألة تعويم الدينار. الوقت طبعا انتهى، ربما نعود إليك مرة أخرى للاستفادة من تحليلك لهذا الموقف في مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي والمالي. فتحي، أنت تونسي طبعا، لكن في نهاية الأمر كيف تنظر إلى هذا الحراك الموجود في المغرب؟ طبعا الحمد لله، مثلا من الناحية السياسية في هذا، في مشروع باختصار شديد لو سمحت، في مشروع قانون الميزانية لسنة 2017. أولا هذا نحن الآن في منتصف شهر 4، يعني نحن منتصف ماي، والآن الاستعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2018 يبدأ من الآن. فبالتالي يعني فيه تأخير كبير كثير جدا، وكما قال الجميع أنه بحكم الظروف السياسية والانتخابات إلى غير ذلك. ولكن في شيئين جلبوا انتباهي حقيقة في المشروع اللي قدمته الحكومة، أو في كلمة وزير الاقتصاد والمالية المغربي. هو مسألتين أنه يعني النظام الاقتصادي المغربي يعتمد على طبعا الاستثمار الداخلي، ولكن أيضا فيه اعتماد على الاستثمار على القروض التي يأخذها من صندوق النقد الدولي، ويعني طبعا أموال ضخمة جدا فيها أقساط 2 مليار و3 مليار و5 مليار لغير ذلك. وهذا طبعا يعني يحز في النفس، لأنه ما زلنا نلتجئ إلى هذه الصناديق. ولكن في مسألة إيجابية حقيقة رأيتها في كلمة وزير الاقتصاد والمال، هو أنه تحدث عن، لأنه الآن المغرب أصبح دولة دستورية ملكية دستورية. ولكن هذا الرجل على عكس الكثير، وربما كل حكام العرب يتنقل في الستة سبع سنوات الأخيرة، يعني زار الصين وقام باتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الصين وكذلك مع روسيا، ولكن زار أكثر من 50 زيارة لـ30 دولة إفريقية، وقام بتوقيع حوالي أكثر من 1000 اتفاقية اقتصادية مع دول إفريقية. فبالتالي المغرب أصبح البوابة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم. إذا أراد أن يدخل لإفريقيا فالآن يدخل من بوابة المغرب، وهذه نقطة تحسب للمغرب ونقطة إيجابية حقيقة. نتمنى أن بقية الدول تنسج على منيالها. شكرا جزيلا لك فتحي المسعودي، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك على الحضور. الشكر موصول إليكم سيد الكرام على المتابعة. موعدنا بحول الله يكون غدا في نفس التوقيت، 5:30. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.